مرحبا. أهلين. خير شو بكم؟ ولا شي، بدي نظف غرفة نوح. الحق معك، ولد صغير وما بينظف غرفته. تعال مشان تاكل، أكلك جاهز. يلا. لك أنت ما بتخجل من حالك؟ حتى المنشفة لازم تشيل أمك؟ مو شايفة قديش عم تتعب؟ شيلها، تحرك. شو ما عم تسمعني ولا؟ أي شو بكي؟ شوف لي، حسيت شي قرصني بظهري بسرعة. شوف شوفي، انتبه لتكون نحلة. من وين اجتك النحلة؟ طولي بالك، ما في شي. من هو؟ نعم لقيتها. يلا أنا جاي. جاي قلت لك جاي. بعطيلي الفطور لهنيك. لك انت بدك تقتلني؟ ممنوعات فرد مرة؟ ممنوعات؟ شو عم تحكي؟ خراس، شو شايفني هبلة؟ شو عم تساوي الممنوعات بشنطايتك؟ هدول مو لإلي، هدول لرفيقي خباهن معي. قلت لك ماني هبلة، يلا احكي الصدق. والله العظيم مانن لإلي، ليش ما بدك تصدقيني؟ ومين هرفيق الوسخ هاد؟ من وين بتعرفه؟ ما رح قلك مين هو، بعرف شو عم تفكري هلا. ارتاحي، قلت لك هدول الممنوعات مو إلي، قلت لك لرفيقي ورح رجع له اياهن وخلص. ماني مصدقتك. معقول معامل حساب لمستقبلك ولا إلي ولا لأبوك؟ يا سيدي شيلك مني، أنا بمرق لك يلي عملته معي، بس أبوك ما بيسامحك وعلى هالحالة رح يقتلك. لك يا ابني ليش هيك عم تساوي؟ ليش بدك تنزع حياتنا؟ إذا بتحبي يقتلني ليك ومانو بعيد، خبري وخلينا نرتاح كلنا. كل مرة يا نوح، كل مرة بغطي عليك وبقول رح يتغير، بس كله على الفاضي، وبعمرك ما رح تتصلح. حتى أنا يئست منك وما عاد رح أحاول معك أبداً. إيه أحسن، لأني ما رح أتغير. ماشي، روح خذ الفطور لأبوك وشيل هالمصيبة من بيتي. والمرة الجاية والله يا نوح إذا بمسك عليك شي رح خبر أبوك، واللي بده يصير يصير، لأنه خلاص أنا تعبت تعبت تعبت. مرحبا. أهلين. جبت لك الفطور، حطه عندك على الطاولة. وكل عم يلاحقوها، بتعرف؟ لقوا موجود فيها ممنوعات وحشيش. ممنوعات بفرد مرة؟ ايه ممنوعات. يا ربي دخيلك. كم وحدة هن؟ هن تنتين وجايبينهم لهون. رح تستقبلوهم يعني؟ رح يكون أحلى استقبال، فيك تضل وتشوف بعينك. لا شكرا ما بدي، الله يكون بعونكم. شو صار لك؟ خلص هدي هدي، رجع لورا. نوح استنى. شو هاد الشي؟ شنطايتي وفيها أغراضي. عم بحكي على كنستك، ليش كلها بقى؟ شكلها لما جبت الفطور وتوسخت. خلي كلابك تنبح على الممنوعات، مو على اللي عم يمرق. حاضر سيدي. يا سلام، الكلاب عويت على الشنطاية. شو بك انت؟ هي عم بتعملها؟ حابب تكشفنا ولا شو؟ شو بك عادي، ليك مرقت كله مني وسقت بواحد اجدب. يطول بالك، انا فكرت انه قلبك حديد مثل اسكوبار.
خلص خليني امشي. صاحبك المجنون رح يروحنا. وين رحت انت وأمل؟ وين بدنا نروح؟ عملنا دورة بالموتور ورجعنا. ليش عم تسأل؟ بدي أعرف. قلي شو اللي عم يدور بمخك؟ ترجع تحط لها شي؟ خلصنا هادي. قلنا لك غلطة ونسينا الموضوع. أساساً لساتها صغيرة. صغيرة؟ قادر، بعيد وترك هالبنت بحالة بقى. أمل مالا جواك. بعرف. لساتك عم تدرسي؟ تعبتي؟ ما رجع بابا لسه؟ لساته بمنطقة الحمامات عنده مؤتمر. انتي منيحة؟ جبلك شي؟ فواكه أو شوكولا؟ لا ماما شكرا. ماشي حبيبتي، تصبحي على خير. وانتي بخير. إذا أنت عم تتعاطى ليش عم تلوم بنتك؟ لا حبيبتي، هي لازم تدرس، عندها مستقبل، حرام تفوت بهالأمور. ما لازم تقلدني بالشي الغلط. فهمت عليك. وأنا وأنت لأمتى رح نضل هيك؟ عم نتقابل مثل الحرمية. هذا الموجود هلا، ما شفتي؟ لما طلعنا
كيف لقطتنا الكاميرات وصورتنا؟ عم يهددني الحقير، مسكني من ايدي اللي بتوجعني، والا كنت رح ورطه هو وابنه. طيب انت مرتك مو حاسه عشي؟ مو عارفه انك مصاحب عليها؟ عن جد ما اغباها، كيف في مره ما بتفهم هالشي؟ بدك اياها تعرف؟ تعرف شو؟ لو كنت مرتك وحاولت تساوي شي هيك ولا هيك، مستحيل تمرق علي وما احس عليك. لو كنت مرتي، مستحيل خونك يا روحي. صدقتك. إذا بدك لا تصدقي. أنت بتعرفي إنه لو ما بخاف على نفسية بنتي وعلى دراستها، صدقيني كنت طلقتها من زمان. بنتك كبرت، صار الوقت لتتفهم. هي تعرف وتنصدم. بنتي متعلقة فيني. ومتعلقة بأمها، والبنت حساسة، وبلا بلا 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 بلا. خلص، حفظت الموال تبعك. تخيلي عن جد نوح مع هديك؟ مستحيل يتطلع بحدا غيري. اصلا ماني عارفانه كيف عم احكي لك. يعني هلا عن جد انت ما بتعرفيني؟ عن جد شبك؟ شو صار لك؟ ليكي سوار لا تعملي لي فيها دراما كوين. على فكره بتعرفي شو؟ هي انت مانك رفيقتي وبسببك صارت المشكله، ماشي؟ تضربي بشكلك. ليش معصبة هيك؟ بنتي كم مرة صرت قايلك ما بصير تحكي كلام قليل أدب؟ هاي رفيقتي كتير استفزتني بصراحة، صايرة العالم حساسة كتير. شبك متضايقة؟ تعرفني بابا ما بحب ريحة المشروب. طيب خبريني كيف دراستك؟ منيحة، بكرة عندي امتحان إنجليزي كمان وأنا مو خايفة. لا تقلي لي كله مسبات. قديش بتشبهي أمك بلا مكياج؟ عملت معكرونة، بتحب حط لك صحن؟ حطي. عجبوكي؟ يلا تعالي. البسيه.
بابا بابا يلا في قهوتك جاهزة وسخنة مثل العادة، أنا رايحة على المدرسة. يلا بابا. يلا يلا. صباح الخير حليمة. صباح النور. إذا بتريدي حليمة ديري بالك على البيت. بدي خبرك أني رايحة بكرة على الضيعة ورح غيب أسبوع. بالله غبتي 3 أيام من فترة على أساس مريضة وهلأ بدك تغيبي أسبوع كامل؟ شو رح ساوي بغيابك؟ يعني برأيك نحن ما بنمرض وما عنا عائلة نروح نشوفها؟ بعدين أنا اشتقت لأهلي. طيب ماشي، روحي لعندهم بس يخلص عقدك هون. جيبي أغراض الطبخة كمان وحطيها بالبراد. اتفقنا؟ فيني أفهم أنت ليش عم تعذبي حالك وتعذبيني معك؟ ليش ما بتقنعي أبوك يتزوج؟ هو زلمة وبحاجة مرض ضل معه بالبيت. ليكي هذا الموضوع ممنوع ينحكى فيه، انت اشتغلي شغلك وبس، لا تتدخلي بأمور ما بتخصك. ان شاء الله روحة بلا رجعة، مو طبيعي لسانك شو طويل. ما قلنا لكم اذا في شي جديد نحن منخبركم، ما تضلوا كل يوم رايحين وجايين. طيب انتو بلشتوا تدوروا؟ مدام نحن ما عنا غير قصة بنتك، من الصبح والمشاكل عم تنزل على راسنا، اصبروا لكم شوي، إذا في خبر من أي دورية نحن رح نخبركم فورا. يا أخي والله رحنا ودورنا بكل المستشفيات وما لقينا اسم بنتي أبدا، يعني ضاعت أو شو اللي صار؟ الله يخليك إذا بتعرف شيء قلنا ونحن رح نتقبل. أخي أنا شو بيعرفني إذا ضاعت ولا لا؟ لو كان ابنك أو بنتك كنت قلبت الدنيا وما سكت. يا مدام، أنت عم تحكي مع ضابط أمن. خلص اسكتي، لا تعملي لنا مشاكل. شوف ما اكتشفنا لها جثة ولا بأي مستشفى وما حدا قالكن إذا مخطوفة، يعني القصة واضحة، راحت بإرادتها. شو قصدك؟ يعني بصريح العبارة هربت من البيت. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا تعي. خير سيدي، شو صاير؟ بنتك حبايبي. كلكم بتعرفوا انه رحمة ما رجعت على البيت من مدة ولا على المدرسة كمان، واما عندها شي بدها تقلكم اياه. تفضلي مدام دليلة. عم بتخيل انه بنتي هلأ قاعدة بيناتكم، كتابة على المقعد، عم تدرس، عم بتشاغب وتحكي وبعدها تروح على التدريب. كلكم تعرفوا انه رحمة بتحب الرقص وهي اكتر شغلة بتحبها. بدكن الحق، بعمري ما فهمت حبها للرقص وكنت دايما اضغط عليها، كنت الا بعدي عن هالقصص التافهة. ولا مرة بعمري شفتها وهي عم ترقص، وهلأ عم عاتب حالي وحاول اتذكر شو كانت تعمل. هلأ فهمت قديش كانت فرحانة ومبسوطة بهالهواية. هلأ صرت بتمنى انها ترقص لي وانا ابتسم لها وصفق لها وضمها. كل ما غمضت عيوني بقول لحالي شو بعمل حتى ترجع لي بنتي. أنا اجيت اليوم لأطلب منكم طلب كرمالي. غمضوا عيونكم
وفكروا بأكثر حدا غالي على قلبكم. ركزوا على وشه، على ضحكته وكلامه، كيف عم بيروح ويجي ويعمل شغلات بسيطة مثل كل يوم، يأكل، يحكي، يضحك ويعصب. تخيلوا هذا الشخص الغالي وقديش انكم بتحبوه. ويوم من الايام فقتوا ما لقيتوا، ما له موجود، ما له اثر، وتصيروا تدوروا عليه بالبيت وتستنوا، تروحوا على الشارع وتستنوا بس هو ما يجي. تصيروا تقولوا معقول صار له شيء، تتصلوا فيه خطه مسكر، تدوروا عليه بالمشافي والمراكز ما له اي اثر وبعده ما رجع. لا تعرفوا لا اذا كان عايش او ميت، ما عاد سمعتوا صوته ولا عاد شفتوا ضحكته. ما ضل غير انه تشتاقوا لضحكته وتشتاقوا له بكل يوم اكثر واكثر. بتحسوا انه ما عندكم حل غير انكم تستنوا، تصبروا ايام، شهور، حتى سنين، تتمنوا يجي حدا ويقلكن بيعرف اي اشي عنه، انه سمع اي اشي ممكن انه يدلكن على مكانه، انه تشوفوا شغلات ممكن توصلنا لاله ولكل شي صار معه. تخيلوا يجي اي حدا ويمدلكن ايده بس مشان ما تيأسوا. انا مشان هيك جيت اليوم كرمال اغلى حدا عليكن وفكرتوا فيه. هلأ إذا أي حدا بيعرف شي عن بنتي خبرني، أي خبرية رح تنفعني. ما تقولوا إنه هاي شغلة فاضية وما بتنفع، ما تشغلوا بالكن فيني، ما تخافوا علي، شي منيح أو شي مو منيح ما بيهم أبدا، أي شي بيوصلني لبنتي لازم إني أعرفه. بحياة أعز غواليكن خبروني بنتي شو صار معها. اسمعيني يا مدام، إن شاء الله رح تلاقيها، وإذا عرفت أي شي رح خبرك. رحمة رح ترجع، إن شاء الله رح ترجع. تعال تفضلي. خدوا ورقة وقلم، ما في داعي تكتبوا أساميكم. أي شي بتعرفوه عن رحمة أو بتسمعوه عنا اكتبوا لي إياه، حتى لو ما بتعرفوا أي شي اكتبوا. اليوم رح نلعب لعبة جديدة. إيه منيح. وينكن مبارح؟ شو بكم ما حدا طلع يلعب معي بالليل؟ ما بدنا نلعب معك. ليش انتو خايفين تخسروا يعني؟ لا ما منحب نلعب مع حدا، اخته هربت من البيت. لا تجيب سيرة اختي مرة تانية. ليش ما فرجيتنا رجولتك مع اختك اللي هربت برا البيت؟ يا غبي. بعد عنه. روح. بعدين. خلص اتركوا اتركوا. بعد عنه. في ادم. اتركوا يكسر فيك. بعدي ابنك عنا، روحي ربي منيح. انتي ربي ابنك، ابنك دايما بيعمل مشاكل، ابني بحياته ما عمل شيء. عن جد معك حق، لمين بده يطلع غير لاخته من تحت لتحت؟ قليلي ليش عم تجيبي سيرك بنتي؟ والله كل حدا بيحكي عن افعاله، بعدين انت اللي جايه لعنا وعم تعيطي علينا هيك، وعم تعطينا محاضرات عن الاخلاق، ولا نسيانه بنتك؟ امي احسن منك، وان شاء الله حدا مره ثانيه يجيب سيره اختي. يلا ابني يلا نروح. انا ماني رايح، انا ماني. خلينا نروح. الله يخليك، خلينا نمشي. يلا ليك ولا من اليوم وطالع، اذا ضليتك تحكي او تلعب معه رح كسر لك راسك، عيونك رح شل لك ياهن. ايه ما عاد تحكي مع هالولد، فهمت؟ امشي يلا سبقني بسرعه.
هيك ربيتك أنا؟ تتخانق بالشارع وتضرب الأولاد؟ شو اللي نقصته عليك أنا؟ آه؟ ليش هيك عم بتزيد علي فضايح ومشاكل بالحارة؟ ضربته لأنه غلط علي وعلى أختي. وإنت اللي عملته هلأ بالشارع مو غلط برأيك؟ ماما هو قال لي إنه أختي هربت. هو قال لي هالحكي، صح أمي ولا لا؟ لا مو صح، غلط. أقعد ادرس هلأ. كنت عم تتفرج علينا؟ ما سمعت الصريخ والعياط، ليش ما طلعت دافعت عنا؟ ولا تفرجت علينا وهني عم يمسحوا فينا الأرض؟ شو بدك يعني أعمل؟ بدك يعني أحكي للعالم كل شيء؟ وأنا أساساً ما بعرف شيء عن بنتي ولا حتى وين هي؟ ولا بقلهم أني طلعت واحد ترطور؟ حتى أنت عم تحكم عليها؟ لا أنا ما عم بحكم عليها، بس ما سمعت شو حكم بالمركز؟ بنتك لو صاير لشي كانوا لقوة يا خانو. أنا بعرف شو مربيه، وأنت كمان رح يجي اليوم وبتعرف أنه بعمرها ما رح تعمل شي مو منيح. نوح انت منيح؟ انا منيح. سمعت انه ام رحمة اجت لعندكم وحكت معكم بالصف. انت وياها كنتوا رفقات مقربين؟ اوكي يلا باي. وليش ما حكيتي قدام المديرة؟ قصدك ما ذكرت انك كذبت علي وطلعتني انا الشريرة اللي عم تهدد فيك، ما هيك؟ حابب اعرف ليش عملت هيك. قصدك كنت حابة اعرف لوين بدك توصل. وضحت لك منيح لوين بدي اوصل. انا راهنت رفقاتي وبدي اربح. تعرف حتى انا لما كنت بعمرك وكنت بالثانويه كنا نعمل هيك بالمعلمين وبين بعضنا، كان لطيف هداك الزمن. نوح انا مالي زعلانه منك، بس بدي اعرف شو هي مشكلتك معي، لأني أنا حاسة إنه في مشكلة. يا خسارة، فكرت إنه نصير رفقات. وأنا كمان. وأنا كمان بدي نصير رفقات. عن جد بدك؟ طيب ورهان. في حدا قال لي انه لازم في مرات نتقبل الخسارة. سلام؟ سلام. حاولت كتير اتذكر بس ما طلع معي شي. بعرف انها كانت كتير متغيرة، حتى انا ما عرفت شو اكتب على الورقة. اما بتقطع القلب، ما بعرف كيف بتطلع من البيت وهي بهالحالة هي. الله يكون معها ويصبرها يا رب. البنت طلعت من البيت، كل هذا بسبب شاب. اذا ما في شي ليش بتخبي علينا لكان؟ وانا كمان مو فهمانة. اكيد في شي. ايه هو وينو نوح؟ يلا على السريع انزلوا من فوق. يلا يلا تحركوا تحركوا. يلا يلا كله على صفه. يلا تحركوا لجوا. يلا يلا خلصونا.
ليلي لقيتي شيء؟ لا. كاتبين هون انه بالفترة الأخيرة رحمة ما عاد لا تحكي ولا ترقص حتى. في وحدة كاتبة انه لما تفوت على الحمام تلاقي رحمة قاعدة عم تبكي. غريبة والله، يا ترى شو صاير معها؟ بنت كانت شاطرة ومرحة والكل كان بيحبها. شي بيحير. ساعات بقول لحالي بلكي نحن مقصرين اتجاههم. نحن بشو مقصرين معاهم؟ ليكنا عم ندرسهم وندير بالنا عليهم أكثر من أهلهم، بس الحق على أهلهم تاركينهم بدون ما يسألوا عنهم وبيجيبوهم لهون وما بيسألوا غير وقت النتائج. حتى لو كانوا هن غلطانين نحن كمان كان لازم نلاقي حلول. وحدة مثل رحمة نفسيتها تغيرت بين يوم وليلة. لو لقيت بالمدرسة تبعيتها مين يفهمها أو يسمعها ما كنا وصلنا لهون. ايه بس لما بيكونوا غرقانين بفترة المراهقة ما بيحكوا شي لأنهم بيخافوا، بس لما يلاقوا حدا بيوثقوا فيه ويحكولن مشاكلهم المختص والطبيب النفساني وقتها بنقدر ننقذهم. عذريني أنسى، هيك شي بيصير بأمريكا أو بفرنسا ما عنا حتى إمكانيات نجيب لهم أساتذة يدرسوهم. بدك تجيبي لهم دكاترة؟ أسعد روح على مكتبك. روح بالإذن منك. نعم ماشي ماشي، لكني جاي. كلي يرجع لورا لو سمحتوا، حدا يقرب، لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا حدا يفهمنا شو في هيك الاوامر. ما حدا يقرب، اوامر شو؟ لو سمحتوا حدا يخبرنا عن الاجهزه. الاستاذ هون حدا يعمل لك رجع لورا، هون خلونا نشوف، بدنا نعرف شو صاير. جسمك رجع لورا، قولنا بس عم تعمل جريمه، عملتوا رجع لورا. لو سمحتوا حدا جوا بدنا نعرف ايش اللي صاير. لو سمحت خلينا نفوت. لو سمحت ناخذها جوا. هي جثة لمين؟ حدا يخبرنا بس، حدا يساعدنا. حدا صاير شيء؟ حضرة الشرطي صباح الخير سيدي، صباح الخير. بس بدنا نعرف ما بعرف. تعال عندي، تعال عندي يا حضرة الشرطة. لازم نعرف شو صاير. بس جاوبنا لو سمحت لمين الجثة. رجع كل العالم لورا.
لقيتوا شي ورق او الهويه تبعها؟ لا لسه، لساتهم عم يدوروا. صدق الله العظيم. ألو. شو؟